السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن اليوم هنا في استاد الثمامة الذي سيحتضن في أولى المباريات على أرضه في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 مواجهة المنتخب السنغالي بنظيره الهولندي. وللحديث أكثر عن أهم ما يميز هذا الاستاد الفريد في تصميمه، يسرنا أن يكون معنا السيد خليفة المانع مدير منشأة استاد الثمامة. مرحبا بك سيد خليفة في قناة بي إن سبورتس. حدثنا بداية عن آخر التحضيرات وآخر اللمسات لاستضافة العرس الكروي، وما هو أهم ما يميز استاد الثمامة؟ أولا أرحب فيكم في استاد الثمامة الاستاد المونديالي، ونفس ما ذكرت احنا مقبلين على كأس العالم والأيام قاعدة تنقص يوم بيوم. من أول مبارياتنا السنغال ضد هولندا، واستاد الثمامة راح يستضيف مباريات كأس العالم والمونديال من دور المجموعات إلى دور ربع النهائي. نبذة سريعة بس عن استاد الثمامة. تصميم استاد الثمامة ومثل ما شافوا الجمهور في البطولة كأس العرب وافتتاح الملعب، تصميمه له طابع معين في قطر وفي المنطقة وفي الخليج وحتى في دول العالم. التصميم مأخوذ من القحفية اللي هي غطاء الرأس، وبتصميم المهندس المعماري القطري الأستاذ إبراهيم الجيدة. وصلنا الآن إلى غرف تغيير الملابس. سيد خليفة المانع مدير منشأة استاد الثمامة، حدثنا أكثر عن أهم ما يميز هذه الغرفة. أولا نبتدي بالتصميم للغرفة، ولو نلاحظ التصميم في كل مكان حولنا يعكس إلا عنصر من عنصر تصميم المهندس إبراهيم الجيدة في القحفية أو غطاء الرأس. مثل ما تشوف حتى الطاولة تعكس روح له التصميم للملعب. من أهم ما يميز استاد الثمامة المونديالي ليس فقط وجود غرفتين لتغيير ملابس اللاعبين، وإنما وجود أربع غرف لتغيير ملابس اللاعبين. حدثنا السبب عن ذلك. صحيح، استاد الثمامة وبعض استادات كأس العالم اللي بنيت في قطر لها أربع غرف ملابس. هذه مش متعلقة بكأس العالم، لكن جزء من اللي هو مشاريع كأس العالم اللي هو الإرث اللي راح يترك ما بعد كأس العالم. وصلنا لممر الخاص باللاعبين، وحدثنا عن هذه المنطقة سيد خليفة. هذه المنطقة هي تعتبر تحت مظلة أو منطقة التنافسية، خلينا نسميها المنطقة مثل ما قلت، هي اللحظة الأخيرة اللي الكل ينطرها، الجمهور ينطرها واللعيبة ينطرونها وحتى حكم المباراة ينطرها، لأن هي لحظة دخول اللعيبة إلى أرض الملعب لابتداء المباراة بإذن الله. من أحد المرافق اللي في المنطقة التنافسية عندنا اللي هو خلفنا، هذه يسمونها المكزون، هي منطقة الاختلاط بين الإعلاميين اللي يطلعون من البرس كونفرنس روم ولا من مكاتبهم اللي مجهزة في الملعب للقاء اللعيبة لأخذ اللي هو اللقاءات السريعة أتوقع يسمونها. فهذه هي المكزون. حين اللعيبة هنا لما يطلعون بينهم وبين الملعب خلاص الممر اللي شفناه في البداية. حدثنا عن آلية دخول وخروج الجماهير، وكيف هي الاستعدادات من قبلكم بعد أشهر من الآن؟ احنا بعد أشهر يعني مثل ما ذكرت ثلاث منتخبات عربية، وهذا شرف كبير لنا ان نشوف المنتخبات العربية في كأس العالم، منها منتخب قطر ومنتخب المغرب. ومن تجربة كأس العرب أثبتت أن جماهير كثيرة للمنتخب القطري والمنتخب المغربي. التجهيزات، احنا أول شيء نتكلم عن السعة الاستيعابية عندنا في الملعب. السعة الاستيعابية للملعب 40,000 متفرج. طبعا الملعب مكون من اللي هو منافذ بيع المأكولات والمشروبات، من غرف المصليات، من كل الأمور اللي يحتاجها المشجع. شكرا جزيلا لك السيد خليفة المانع مدير منشأة استاد الثمامة لكل هذه الإفادات والتوضيحات، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا لمتابعتكم.